لكن في نفس الوقت مفيش تضييع لأوقات واستعداد متواصل للنادي الأهلي من خلال مران صباحي اليوم، عشان عندنا مباراة بإذن الله أيضا صعبة جدا، مباراة أسوان هناك في مدينة أسوان. المباراة هتكون يوم السبت بعد بكرة في تمام الساعة 3 عصرا. من هنا جاية صعوبة المباراة، طبعا فارق إمكانيات كبير جدا ما بين الأهلي وأسوان، لكن في كل الأحوال فريق أسوان فريق طموح ومعاه مدرب جيد وطموح أيضا كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان. ومباراة هتكون غاية في الأهمية، أهمية هذه المباراة بتكمن في ميعادها اللي بيجي على طول بعد مباراة الإنتاج الحربي بيومين بالظبط، وكمان في زمن المباراة واللي هيكون في تمام الساعة 3 عصرا ودرجة حرارة مرتفعة، فدي من ضمن العقبات اللي ممكن تواجه النادي الأهلي في مباراة أسوان. لكن فريقنا مستعد في ظل سياسة مستر رينيه فايلر في عدم تثبيت التشكيل حتى الآن، وكمان في التدوير اللي ممكن من خلاله ريح بعض اللاعبين في مباراة الأمس عشان يشركهم في مباراة هتكون غاية في الصعوبة أمام فريق أسوان. فبالتالي كل دي أمور جيدة جدا بالنسبة للنادي الأهلي.